تعد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 التي تم الإعلان عنها في مملكة البحرين، والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي، تعد محركاً أساسياً يسهم في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومتقدمة. للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة النائب أحمد السلوم، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. يعني بالأمس تم الإعلان عن هذه الاستراتيجية لقطاع الصناعة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي. هناك العديد من البنود فيها، وهي خطة طموحة كما أعلن عنها الوزير الزياني بالأمس. ما أهمية الإعلان عن هذه الاستراتيجية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وهي من أكثر الخطط الآن التي توصف بأنها طموحة ضمن هذه المشاريع؟ مساكم الله بالخير وأشكرك على الاستضافة. أهلا بك. طبعا ترجمت رؤية جلالة الملك المفدى إلى واقع ملموس مثل ما احنا شفنا، واللي أعلنت أن الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال إطلاق خطة التعافي الاقتصادي كخطة متكاملة لمختلف القطاعات لتحقيق نمو شامل، هو أمر طبعا يستحق التقدير ويثير في النفوس الطمأنينة والتفاؤل بمستقبل أفضل وبنهضة اقتصادية متكاملة. ما تم الإعلان عنه أمس من استراتيجية قطاع الصناعة، وهي حسب الإعلان حسب كل استراتيجية تم إعلانها، وأمس كان إعلان عن القطاع الصناعي، هو طبعا ركن هام وأساسي من ضمن أركان التنمية الاقتصادية، وهو كشف عن نقاب عن صناعات المستهدفة، فنجد أن المملكة لها باع طويل في بعض الصناعات التحويلية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، وبالتالي نستطيع أن نخطو خطوات ثابتة في هذه القطاعات، كما أن التوجه إلى قطاعات الصناعات النظيفة يتماشى مع التوجيهات العالمية وكذلك القطاع الصناعي، وبالتالي يمكن أن يكون البحرين دور كبير في هذه الصناعات ذات الاهتمام الدولي. أيضا الاهتمام بقطاعات الصناعية الغذائية والدوائية كمبادرات أثبتت فيها أن الجائحة نحن كبحرين نحتاج مثل هذه الصناعات الاستراتيجية، وأن احنا ما نستغني عنها، وبالتالي فالاستراتيجية اللي تم إطلاقها أمس نجدها أنها هي متكاملة وتعزز دور البحرين إقليميا ودوليا. نعم، السؤال الآن سعادة النائب هو كيف ستعزز هذه الاستراتيجية دور المملكة؟ يعني قبل فترة تم الإعلان عن استراتيجية قطاع السياحة، اليوم قطاع الاقتصادي. الوزير بالأمس تحدث عن المشاريع الكبرى المتوقع إقامتها ضمن هذه الاستراتيجية ودورها أيضا في خلق مزيد من فرص العمل. كيف ستسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز موقع ومكانة البحرين في المنطقة والعالم؟ طبعا هذه الاستراتيجية اللي تم الإعلان عنها هي كخطوط رئيسية للصناعات اللي راح أركز عليها. طبعا هذه الصناعات لها مبادرات، والوزير أمس أعلن عن 5 مبادرات هي في غاية الأهمية في تحقيق هذه الاستراتيجية، فنتكلم عنها. أن أول مبادرة اللي هي تتعلق بزيادة قيمة مشتريات المصانع الكبرى من المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة، وما ينتج عن ذلك من طفرة في ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 80% من حجم الاقتصادات العالمية واقتصاد مملكة البحرين. كما أيضا مبادرة توفير برامج احتضان للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والتوسع في حلول صادرات البحرين لتقديم خدمات تسهم في زيادة كفاءة سلالة الإمداد، وكذلك تطوير علامة صنعة في البحرين عبر تعزيز المحتوى المحلي في المنتجات وكوادر الوطنية المتحققة بالقطاع الصناعي. أيضا إطلاق جائزة التفوق الصناعي لتعزيز التنافسية بين المصانع ودعم التكامل في الصناعات عبر دراسة الفجوات التصنيعية محليا وإقليميا وعالميا، كذلك هذا يعزز الدور ويعزز المردود من تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تنعكس أيضا على الصناعات الكبرى، وما يؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة وواعدة ونوعية للبحرينيين. نعم. في هذا المجال، عذرا على المقاطعة سعادة النائب، كيف ستسهم هذه الاستراتيجية في تحديدا خلق فرص العمل؟ إن علمنا أن الاستراتيجية تستهدف توجيه البحرينيين مهنيا من خلال مؤسسات التعليم والتدريب من أجل ورش عمل، دورات تدريبية، محاضرات، يعني كل هذه الأمور من أجل تهيئة الشباب البحريني والكوادر الوطنية من أجل أن تكون في صف واحد مع نمو الصناعات والاستراتيجية الاقتصادية الصناعية التي تم الإعلان عنها.
تحتاج إلى كفاءات وطنية تواكب هذه التطورات. كيف يمكن أن يتم التعامل مع المؤسسات التعليمية والتدريبية من أجل تهيئة المواطنين ليكونوا إلى جوار هذه الاستراتيجية؟ طبعا إطلاق هذه الاستراتيجية واللي راح تخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين وفرص عمل نوعية أو مهنية مثل ما تفضلت، هاي راح تكون يعني فرصة حق المؤسسات التدريبية، وأيضا احنا كبرلمان يكون لنا دور كبير بجانب مع الحكومة لتطوير وتحديث التشريعات مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الجديدة. كما أيضا أن المؤسسات التدريبية وعلى رأسها يعني صندوق العمل تمكين عليه مسؤولية كبيرة في إعداد برامج تدريبية مهنية فعالة تتواكب مع هذه الاحتياجات الجديدة من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على ترجمة تلك الامتيازات والمبادرات إلى واقع وقيمة مضافة تنعكس على نسب البحرنة في القطاعات الصناعية وتخلق عمالة وطنية ماهرة تستطيع منافسة الخبرات الأجنبية، وبالتالي نكون قد حققنا كل الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجيات والتي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين، أن احنا يكون عندنا وظائف جديدة مهنية ذات مدخول عالي في نفس الوقت يضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويكون عندنا صناعات تكفينا مثل ما تكلمنا عن الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية أو أيضا الصناعات الابتكارية. فكل هذه مع بعضها بعض لما تحطها وتخليها راح تعكس انعكاس ان تكمل الصوره بشكل كامل. فطبعا هذا مشروع طموح لازم تكاتف جميع الاطراف، الباحثين عن العمل والمواطنين، معاهد التدريب، صندوق العمل تمكين، ايضا وزاره التجاره والصناعه اللي هي مسؤوله عن القطاع الصناعي. احنا كغرفه تجاره ايضا صناعه البحرين، احنا كسلطه برلمانيه تشريعيه نحتاج لتحديث وتعديل كثير من المواد الصوره سعادة النائب. شكرا جزيلا لك سعادة النائب أحمد السلوم، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس.